السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المحاضرة النهاردة يعني هتجمع بين التكست مع مجموعة من الشيبس. تعالوا نشوف كده التطبيق بتاع النهاردة. هو المفروض أسرع من كده بس علشان البريفيو ده يعتبر بريفيو. هنعمل حاجة بالشكل ده. طبعا هو المفروض يكون أسرع من كده، هو أصلا أسرع بس علشان ده يعتبر بريفيو، مش الفيديو يعني نفسه. طيب تمام، هنعرف دلوقتي الحركات دي كلها بتتعمل ازاي. لو جينا كده طيب هنبتدي اول حاجة بالحركة بتاعة الدخول دي، ممكن دي تعتبر ترانزيشن برضو. كومبوزيشن نيو كومب، هنسمي دي مين، وهعمل خلفية بي جي ريمب، طبعا الحاجات دي كلها عارفينها، ونخليها راديال، واجيب دي في النص كده سواب، وخلي ده لونه كده رصاصي، لونه رصاصي، وده مش عاوزاه ابيض قوي، يعني اغمق من الابيض بحاجة بسيطة. ممكن ده برضو افتح سنة حاجة كده بالشكل ده. دي كده الباك جراوند. بعد كده هعمل حركة الدخول، هجيب ريكتانجل وادوس دبل كليك. لما ادوس دبل كليك هيعمل لي شيب على قد ايه الكومبو بالظبط. طبعا انا مش عايزه ستروك، لا سوري انا عايزه ستروك ومش عايزه فيل، انا عايزه ستروك، واختار لون ليها وليكن هيكون اول لون مثلا اللون ده. طبعا احنا مش شايفينها ان هي الحواف بتاعتها خارجيه. لو جينا هنا على ريكتانجل، ريكتانجل باص، وهيخليها 720 في 720، هزود طبعا الويتس جدا، هزود قصدي الاستروك جدا، اغير اللون شوية يعني كده كده مثلا. طيب تمام كده بقت مربع. هاجي على ترانسفورم وعايزة اخلي الروتيشن وليكن ب45 علشان يبقى بالشكل ده. طيب حد كده تمام. طيب انا محتاجة دلوقتي السايز، سايز او سكيل على فكرة، بس انا هستخدم السايز، وهستخدم كمان عايزة الستروك، ستروك ويتس، فين الستروك ويتس اهو ويو. همشي وليكن 30 فريم او 40 كده، 40 فريم، واكبر السايز كده قوي. والستروك هنا هيكون وصل لصفر. هنا بقى طبعا هنصغر السايز جدا، هيكون بصفر، وعاوز ازود في الستروك. لو عملناه مثلا 300 ده طبعا هيكون بصفر. جينا نشوف
طبعا الاستروك هنا هيبقى بصفر. جينا نشوف اف 9 و انا عاوزه الاستروك يبقى قبل السايز كده. جينا كده نشوف السايز، شوف كده الحركة. حاسه انه كبير قوي، مش عارف، حاسه انه كبير قوي، لاني لو صغرته وعملته مثلا 250 اعتقد حلو يعني كده. طيب نعمل بقى دوبليكيت، كنترول دي، واخلي اللون مثلا وليكن هيكون لون غامق زي كده، لون كده، والت بيج داون عشان امشي فريم واحد. تعالوا نشوف كده هتبقى عامله ازاي. اعتقد ممكن يمشي فريمين كده مش فريم واحد. قوله الت وبيج داون كمان. ممكن كمان فريم. تمام، كنترول دي والت وبيج داون 3 فريمات. والمرة دي هيكون لون مختلف وليكن لون زي كده. انا برضو حاسه، مش عارفه، انا حاسه ان الستروك كوتس دي كبيره قوي، حاسه بكده. لو خليت دي 200 يو وخليت دي برضو 200 يو، خليت دي برضو 200. جينا نشوف كده كويس، اعتقد كده كويس. طيب هناخدهم كده كلهم في كوم، كنترول كنترول شيفت سي. ممكن اسمي دي ترانزيشن، لحد كده تمام. بعد كده كان في هنا سيركل في النص، هنرسم السيركل اليبس تول وكنترول وشيفت. طبعا هنا انا مش عايزه ستروك، انا عايزه فيل وليكن هتكون باللون ده. ممكن اكبر شويه السايز بتاعها، نخليه مثلا 300. 300 حلو. سمي دي سيركل، حاجة بالشكل ده. اتأكد ان هي في النص، في النص وتمام. طيب بعد كده انا عاوزها تظهر بالشكل ده، اللي هو ده الشكل ده كده. طبعا ده برضو قلنا قبل كده عن طريق ايه، الراديال وايب. راديال وايب لو جينا نشوف كده تمام، هي دي الحركة اللي أنا محتاجاها. هعمل كده عند 100، خليها مثلا من أول هنا فيو، ممكن 30 فريم، وخليها مثلا بصفر، وإف 9 مثلا كده. تيجي نشوف بقى كده.
بعد ما بيظهر السيركل دي، شايفين بتتحول لإيه؟ شايفين الشكل ده؟ طيب الشكل ده بقى هنعمله إزاي؟ الشكل ده هقول لكم، لو جينا هنا وأد، هختار من هنا بكر وبلوت. الشكل ده بقى بيعمل ايه؟ الاوبشن ده بيعمل ايه؟ لما ادوس عليه شايفين، يعني تقريبا كل مفروض السيركل دي فيها 3 نقط، 4 نقط قصدي، كل نقطة من دي بإيه بيحولها ايه لشكل معين، يعني ايه بيدخلها ايه لجوه او اما تطلعها لبره، لحد ايه ما تكون ايه شيب بالشكل ده. طبعا لما بزود بيعمل ايه؟ لو بزود الاماونت النقط دي بتدخل لجوه. طيب لما بعمل بالسالب هيطلع النقط دي لبره، يعني هو بيستخدم النقط بتاعه السيركل او اي شيب بقى طبعا، يا اما بيدخلها جوه يا اما يطلعها ورا. طب انا عايزه اعمل شكل حلو، هعمله ازاي؟ لو دوسنا يو كده، و راحت فين؟ دوسنا على الاماونت يو برضو، طيب انا دلوقتي هنبتدي بقى ايه الحركة من اول هنا، حركة اللي هي دي. طيب هتظهر من اول فين؟ من اول هنا. انا عاوزة ان هو يتحول مثلا، يبقى ايه ياخد مثلا الشكل ده، ياخد الاشكال دي، بعد كده يرجع تاني ايه الطبيعي بتاعه اللي هو ايه مفروض لصفر. طيب هعملها ازاي؟ الاول هتكون عادي بصفر، تمام، وامشي وليكن، همشي كتير وليكن، انا مشيت دلوقتي 3 ثواني، يعني اعتبر 60 فريم، وخلي دي برضو بصفر. انا عملت فريم بصفر وفريم التاني بصفر. طب هو عمل كده كده حاجة؟ ما عملش اي حاجة. طب امال ايه؟ لو احنا حددنا الاتنين كي فريمز دول، ونيجي هنا عند سكريبت اسمه ايز اند ويز، واخترنا من هنا الستيك، اخترنا الستيك واخترنا في الطيب اوت، قلنا له ابلاي، هيعمل ايه؟ تيجي نشوف هيعمل ايه. شفتوا؟ هو يعتبر دلوقتي حاوله لاكتر من شكل، وفي الاخر رجع لشكله الطبيعي. طيب المقصود ايه بالستيك؟ هقول لكم الحركة دي تعتبر ازاي. لو انا دلوقتي عندي، هرسم لكم مثلا شكل دلوقتي مؤقتا، هخفي كل دول، نفترض هرسم دي سيركل عندي، دي سيركل ايه، تمام، و مثلا سكيل، هخلي سكيل هنا ب100 وسكيل التانية برضو ب100، وحددت الاتنين برضو قلت له إلستيك. شايفين بيعمل ايه؟ بيكبر السكيل بتاعها ويصغر تاني، بعد كده يرجع برضو ل100. ده معناه ايه؟ تخيلوا دلوقتي لو ايه المقصود بيها، لو انا دلوقتي ايه عندي استك ومسكته ورحت شدته جامد، معنى ان انا بشده جامد يعني حجمه بيكبر، يعني السكيل بتاعه ايه بيكبر. شايفين الاول كان ب100، بعد كده بقى ايه 115. طيب بعد ما بشده جامد لو انا سبته هيحصل ايه؟ هينكمش او ايه هيصغر، بعد كده هيرجع تاني لايه لوضعه الطبيعي اللي هو 100. شايفين بعد كده بيصغر مثلا اهو 96، وبعد كده تاني يرجع في الاخر ل100 اللي هو وضعه الطبيعي. هي دي الحركة اللي انا عاوزاها. نرجع كده تاني، يو هو كان هنا في الاول ب100، قصدي بصفر الاماونت، بعد كده اتغير
زي ما انتوا شايفين بقى 30، بعد كده رجع تاني بالسالب، بعد كده في الاخر رجع تاني لصفر. هي دي الحركة اللي انا ايه عاوزاها. طيب وبعدين بعد الحركة دي شايفين هنا بعد كده حصل ايه؟ الحركة دي الحركة دي روتيشن. طيب انا دلوقتي علشان احرك الدايرة بالشكل اللي احنا شفناه اللي فات ده، إيه لو انا دوست روتيشن عملت كده هيعمل ايه؟ هيحرك الدايرة حوالين ايه؟ الانكور بوينت بتاعتها. طيب مش هي دي الحركة اللي انا عايزاها. طيب عشان احرك الدايرة بالشكل ده زي هو محركها كده، لو انا اشيل ده كده مؤقتا، لو انا عايزة احركها بالشكل ده، طيب هحركها ازاي؟ علشان احركها كده لازم يكون اللاير دي اساسا 3D، يعني عندها اكس واي وزد. هحولها من هنا 3D، هدوس هنا على الاوبشن ده المكان ده، حتى انتوا شايفين الشكل بتاعه مكعب كده 3D، هدوس عليه ظهر لي دلوقتي الايه اورينتيشن مقصود بيه الدوران، اكس روتيشن واي روتيشن وزد روتيشن. طبعا انا محتاجة هنا ايه الواي روتيشن. طيب هنبتدي نحركها من اول فين؟ يو مفروض بعد الحركة دي نخلص من اول هنا كده مثلا. من اول هنا مثلا نحركها وليكن كام فريم؟ 10 20 30 ثانيتين، وخليها 180 درجة. لو جينا نشوف كده برضو هعمل اليستيك علشان يدي ايه افكت احلى. ممكن برضو اكبر شوية، يعني ازود الوقت كده. لو جينا نشوف طيب لحد كده تمام قوي. هنا بيظهر كلمة